قبل 232 سنة تعرضت قرية صغيرة الغزو هدد وجودها. أهل هذه القرية بأسلحتهم البدائية وبأجسادهم السمرة شكلوا بأرواحهم اللي قدموها سور وطنهم. ذيك المعركة كان اسمها معركة الرقة، بجانب ناصر القحطاني ومبارك الزمنان استشهد نجم الوزان ومحمد الشمالي وغيرهم من الأبطال. الكويت حزتها طلبت وعيالها قالوا تم. بعد أكثر من قرنين من الزمن كررت الكويت طلب الفزعة، وكرر ابنائها في عام 1990 كلمة تم، وتيابكت سواعد وارواح ودماء أهل الكويت فدوة حق ديرتهم. بجانب هادي العلوي استشهد بدر العيدان وخالد الكندري، مطر الماجدي ومحمد الشايع ومنصور الخصيلي وعبد الله مندني ومبارك النوت المطيري، واستشهدت سناء الفودري ووفاء العامر وبقية شهداء وشهيدات الكويت. الكويت حزتها طلبت وعيالها قالوا تم. بادر انت قادر، هذه الحملة الشبابية الجميلة اللي تم إنشائها والتعب والمجهود الكبير اللي قدمه شباب الكويت لإنجاح هذه الحملة في الفترة السابقة واللي توجت في القرية المضيئة قبل كم يوم، مثل ما شفنا الافتتاح اللي كان برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء وحضور معالي وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود وزير الإعلام وزير الشباب. هذه الحملة الجميلة يمكن أخذت صدى بالفترة اللي فاتت للجهود الكبيرة اللي قدموها الشباب. بادر لما نقول هذه الكلمة كثير يمكن يتذمر اليوم عندنا من الشباب بالذات، وإحنا نبي نركز على موضوع الشباب، وهم عماد الوطن، مع يعني ما نقول إحنا الباجي مو موجودين، موجودين، ولكن الشباب لهم أهمية خاصة في كل وطن. الشباب ليش يتذمر؟ ليش ما يبادر هو من نفسه ويقدر إنه ينجز، يقدر يصلح، يقدر يسوي كثير من الأمور من الطاقات اللي داخله؟ لو انفجرت هالطاقات وبادر راح نشوف الكثير من النجاح اللي نعيشه عندنا بالديرة وما نسمع يمكن تذمر بعدها. رحبوا معي مشاهدينا في ضيفنا في هذه الحلقة، عضو المجلس المبطل الثاني ورئيس حملة بادر الشعبية لتكريم حضرة صاحب السمو أميرنا الغالي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الأستاذ مبارك النجاد أبو صالح. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير أبو بندر، وأنا سعيد جداً أني كنت في يوم من الأيام أقدم معك والآن يعني أقدم مقابلك. زين، وأنا أشكرك جداً جزيل الشكر على هذه الاستضافة. يمكن علاقة حميمة أبو صالح، ما يحتاج إحنا نقول يعني شك. ومثل ما قلت أنت شوي يعني رديتنا وراء الذكريات. أنا أعتز فيك جداً. الله يسلمك أبو بندر، الله يطول في عمرك، الله يعزك. وصديق وأخو، الله يسلمك يا بدر، نائب في البرلمان. الله يسلمك. لا، المثل يقول اللي ما له اول ما له تالي. نعم صحيح. والعين ما تعلى على الحاجب. الاعلاميين بشكل عام سواء اللي في قناه الكوت او اللي زاملتهم في قنوات اخرى، يعني اقصد تكونت علاقات طيبه معاهم، يعني هم اعزاء وغالين، واحنا يعني اتشرف فيهم كلهم. وبالعكس انا ساعات احن ودي اتنازع الميكروفون مع بعض المذيعين. كنت بقول لك قدم الحلقه بالبدايه انت دش. الله يسلمك يا عصاك على القوه ابو صالح. الله يسلمك. طبعا انا ما يسعني بعد الا اني اشكر زميلنا مذيع برنامج نبات يوسف الموسوي على هذا الورد. يمكن هذا الورد كان بحلقه اليوم قبل ساعه، الساعه 9 كانت الحلقه قبل ساعه، وهو يعني قال لي هذا الورد زهره الانتوريوم اللي تدل على حسن الاستقبال، وهذا يمكن حسن استقبالنا لك. الله يسلمك، مشكور، شكرا لك وله. الله يسلمك. بالنسبه حق اللي تفضلت فيه اخوي بندر سلمك الله، احنا دائما نقرا في الدستور نعم ان الامه مصدر السلطات جميعا، يعني صحيح. في احد مواد نصوص الدستور، وانت تعلم يعني والمشاهدين كذلك يعلمون، ان يعني النص الدستوري او النص القانوني او اي تشريع يصاغ له غايه تشريعيه. صحيح. يعني هناك جملة من التشريعات تستهدف مثلا خلنا نفرض حالة الأمن والأمان في الوطن. نعم. أو في البلد. في تشريعات أخرى تستهدف مثلا الجانب العلمي والثقافي وما إلى ذلك، وأيضا حتى هو الدستور مقسم إلى أبواب، النظام العام، أسس الحكم إلى آخره. نعم. فعندما نصل إلى هذا النص الدستوري أن الأمة هي مصدر السلطات، كيف تعبر أو كيف تمارس الأمة سلطاتها؟
ايش رايك بصالح ناخذ كيف تمارس الامه سلطاتها لكن بعد ما ناخذ هالتقرير؟ نتوكل على الله وان شاء الله نستكمل بقيه الفكره. تفضل تقرير وراجع. يشهد رب البيت ماكو منك اثنين. يشهد رب البيت ماكو منك اثنين. يا ديرتي يا كويت محروسة من العين. يا ديرتي يا كويت محروسة من العين. إنما تحمله هذه المبادرة الوطنية من عمق المعنى ونبل الشعور الوطني وقيم المواطنة الحقة والولاء والانتماء التي تأتي مواكبة لاحتفالاتنا الوطنية المجيدة بالذكرى 9 لتولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى قائد العمل الإنساني مقاليد الحكم. كل الشكر والتقدير وعظيم الامتنان لهذه الفكرة الخلاقة للأخ الفاضل مبارك صالح النجادة ولمجموعة بادر أنت قادر الشبابية وكافة أعضاء فريق العمل المنظم لهذه الاحتفالية على مبادرتهم بإنشاء المدينة المضيئة مشاركة باحتفالاتنا وأفراحنا الوطنية. أن الكويت وطن مفعم بالأمل في نشأته وفي بقائه وفي استمراره. الكويت بأهلها الخيرين لم تختزن الأمل فقط، بل جعلت من الأمل إشعاعا عما البسيطة شرقها وغربها، إلى أن انعكس ذلك اعترافا وتقديرا من العالم ممثلا بالأمم المتحدة تكريما لقائد العمل الإنساني صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. إننا في حملة بادر التي هي عبارة عن مبادرة تطوعية شبابية بسواعد كويتية تؤمن بأن المستقبل الزاهر يصنعه جيل الحاضر، وأن التحديات تقهرها المبادرة البناءة وتتخطاها الهمم العالية. شعبك كحل عيونه مثل الذهب برضك يدورونه، يا سترة علت بالسما الأغصان أخضر ورقها ما يطولونه، أخضر ورقها ما يطولونه. يشهد رب البيت ماكو منك اثنين. يشهد رب يشهد رب البيت ما في منك اثنين. يمكن مهما تحلطمنا نقول هالشيء هذا ومن قلبنا من داخل بصراحة. كان في عندك نقطة قبل شوي التقرير. نعم. الجميل عن هذه القرية المضيئة والرائعة، وأنا زرتها وشفتها يوم الافتتاح واستمتعت أمانة يومها. نقطة أن الأمة مصدر التشريع، يعني نعم هذا اللي أنا بغيت أقوله، أن السلطة الأمة اللي هي أنا وأنت وهالشعب وهالناس كيف تمارس السلطة، كيف تمارس سلطتها. نعم. طبعا ينصرف الذهن على طول إلى السلطات الثلاث اللي هي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. ولكن هل هذا هو فقط الوسائل أو القوالب التي تمارس الأمة السلطة من خلالها؟ أنا أتصور هذا صحيح، ولكن هناك عنصر ثالث أو الرابع عفوا، وهو العنصر الأهم اللي هو العنصر الشعبي، الناس. نعم. الشارع السياسي، الشارع العام، وما يطلق عليه تسميات عدة، من يسميه بالأغلبية الصامتة وغير ذلك من الأسماء. نعم صحيح. هذا الطرف الرابع هذيل ممكن هم اصلا يعملون دوله او بدون شك، وهذيل هم القوه الحقيقيه. صحيح. فبالتالي
لا يكفي أن يكون هناك ثلاث جهات اللي هي السلطات الثلاث ويكون الشارع أو المواطن أو كذا يعني فقط يتلقى ما ينتج عن هذه السلطات الثلاث. نعم. لا، هناك دور بالإمكان يعني أن نقوم فيه، وليس فقط بالإمكان بل هو واجب يجب أن نقوم فيه. نعم. ويجب علينا نقطتين، أن نعي أن لنا دور ثم نمارس هذا الدور. أول شيء يجب أن نعرف دورنا، ثانيا يجب أن نمارس هذا الدور. يعني أنا لازم أتكامل مع هذه السلطات الثلاث، يعني أنا حتى لو كنت خارج هذه السلطات الثلاث يجب أن أتكامل معها وأطرح. وهناك أرضية في الكويت كبيرة وواسعة وخصبة عكس ما يشاع، عكس ما يشاع. يعني أنا أحث الشباب بالذات، زين، وسنعود لكلمة الشباب بعد قليل، أحث الشباب، كل من لديه فكرة، كل من لديه يعني طموح معين، أن يلجأ إلى الجهات الرسمية. ترى هذا خطأ، يمكن أبو صالح يعني خطأ، عفوا بس آسف بندر، خطأ كبير إشاعة فكرة أن مضيعة وقت اللجوء إلى الجهات الرسمية، أو أن ما حد يعطيك وي، أو أنك أنت ما تنجح إلا إذا كنت اسمك فلان الفلاني أو عندك علاقة مع فلان الفلاني أو هالكلام. هذا هو صحيح بنسبة عشان نكون واقعيين، لكن هذا ليس كل الحقيقة. يعني لا، أنا أعرف ناس قدموا أفكار رائعة، أنا شخصيا أثناء تحضيرنا لهذا العمل يعني فتحت عليهم وأنا استفدت أصلا من تجربتهم. نعم. فبالتالي غير صحيح. وأنا أحث الشباب التواصل أولا مع وزارة الشباب، عندهم موقع على الانترنت يتواصلون معهم من خلال هذا الموقع ويحاولون أن يعرفون نفسهم وأفكارهم، ولكن ها لا يحبطون إذا كانت فكرتهم غير قابلة للتطبيق، أو أن إذا كانت فكرتهم لا تتوافق مع اللوائح المنظمة للعمل. يجب أن يكون لديهم طول بال، يجب أن يكون لديهم علو همة، ولكن الأصل في الموضوع يجب أن يتواصلون مع الجهات الرسمية التي تتلقى مثل هذه المبادرات، ولا ينصتوا إلى الكلام يعني الغير سليم 100% اللي هو يعني أنت يجب أن تكون لك علاقات وغيره وواسطات حتى يعني يستمع لك. هذا الكلام غير صحيح. هذا الحكي أبو صالح يمكن أغلب الشباب اللي يحبط اليوم يحط بباله من غير حتى ما يبادر إنه يجرب. نعم. إنه راح يرفض، إنه أموره ما راح تمشي، إنه هذا المشروع ممكن ما حد يقبل فيه، إنه مو فلان الفلاني أو إنه ما عنده الواسطة الفلانية. لكن حتى يمكن بعض الأجواء المحيطة اليوم صرنا نشوف وايد ناس محبطين حوالينا. طبيعي. محبطين هم اللي طبيعي. أغلب اللي بارزين صاروا. لا يعني طبيعي. صار الإنسان اللي متفائل واللي ممكن يشحنك بالطاقة الإيجابية. هو الذي يسبح عكس التيار. إيه، ما هذا اللي حاصل اليوم. لكن شوف أخوي بندر، هي مسؤولية. يعني أنا أرجع وأقول اليوم إحنا نعيش في عالم، خلنا من الكويت، خارج حدود الكويت، على المستوى الإقليمي، على المستوى العالمي. نعم. إحنا نعيش تهديدات حقيقية ومخاطر حقيقية. وهذه ما هي أول مرة الكويت تمر في مثل هذه التحديات. يعني من يقرأ تاريخ الكويت منذ 300 سنة وإلى الآن ترى أن هناك محطات انتاب أهل الكويت نفس المشاعر اللي قاعد نعيشها الآن. صحيح. أنها الديرة بتروح ولا أن الديرة ترى فيها مشاكل أو أن الموت. هذا الموضوع مو وليد اليوم، هذا تكرر في محطات. نعم. تكرر في ربما سنة 38 على سبيل المثال، ما يسمى بسنة المجلس، تكرر في أوقات معينة، تكرر ربما في بعض المحطات، الحين ما بأدخل في تفاصيلها. نعم. ما هو أول مرة أن نمر في ظرف تاريخي يخلينا نشعر بشيء من القلق؟ لكن بالنهاية لا يكفي أنك أنت ترى المشكلة وتشاهدها وتتلقى نتائجها، يجب أن تكون لك دور في تغيير هذه النتائج. صحيح. في توجيه هذه النتائج. فبالتالي يعني إحنا كبار وصغار، شباب وغير شباب، زين، ولو أني أرجع وأقول يعني هذا مصطلح الشباب قد لا ينطبق علي 100%، ينطبق على آخرين. لا ما شاء الله عليك وصالح الشباب. يعني إن شاء الله أتمنى ذلك يعني، زين. ولكن يعني اقتربنا من 50، فبالتالي يعني 46 داشين شوي شوي على 50، فبالتالي يعني هذا الكلام أيضا حتى حق الشباب اللي عمرهم 20 سنة و18 سنة و25 سنة و30 سنة. نعم. إن المليئين بالأفكار، أكرر، يجب أن يدخلوا من القنوات الصحيحة ويقدموا ويسوقوا أفكارهم بالشكل الصحيح. نعم. ويكون عندهم شوية طولة بال، لكن بالنهاية ها ويتحركون بشكل جماعي.
يعني لا يصير ان كل واحد يصير هو دولة مستقلة بذاته. نعم. يعني خلي يتحرك مع مجاميع وخلي يسوق الفكرة بشكل صحيح. وهناك جهات إذا كان بعض الجهات بالنهاية حتى الجهات الرسمية بالنهاية هم بشر وقدراتهم متفاوتة على الاستقبال وحسن الإنصات وتطوير الفكرة واستقبالها وما إلى ذلك. نعم. لكن أنا أحاول إذا ما نفع هذا المسؤول أروح إلى ذاك المسؤول. ولكن القناة الحالية التي أراها مؤهلة لاستقبال هذه المبادرات وهي القناة الطبيعية هي وزارة الشباب. وأنا على عجالة يعني إحنا يجب أن نرى التدرج. المسألة بدت في خطاب سمو الأمير في 2012 النطق السامي في بداية افتتاح دور الانعقاد وتكلم في جزئية تخص الشباب وأنه يحث المسؤولين على استقبال أفكار الشباب ويعني حتى مؤتمر الشباب بالضبط. وبعدين نشأ اللي هو اللي هو دكتور يوسف الإبراهيم دكتور جاسم ربيعان يعني كانوا على رأس جهاز معين تابع الديوان الأميري استقبل مبادرات الشباب اشتغل سنة كاملة بعد هذه السنة تقدم بتوصيات وعلى ضوءها أنشئت وزارة الشباب. فبالتالي هناك فكرة هناك خطاب تحول اليوم إلى واقع. لو ما كان أبو صالح فيه مبادرة من الشباب في وقتها ما كان شفنا هذا هذا الانجاز بمثلا وجود وزاره للشباب وهذا الشيء. بس احنا مع انه يمكن مو بالطموح اللي نبيه. لا لا لا, 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 لا احنا يجب ان نشخص. لكن انا ودي اسوي ربط بعد. اي ودي اسوي ربط ابو صالح. اليوم حلو ان انت تاخذ نماذج وتخلي هالنماذج تعطيك دافع لقدام ان انت ممكن تعمل شيء. نعم. انت وفي هذه المبادره اخذتوا نموذج ومن اروع النماذج وهو تكريم صاحب السمو. صحيح. كقائد إنساني على المستوى الدولي وأن هذا الشيء ما يأتي من فراغ أن صاحب السمو بادر. نعم. من خلال هذه المبادرة شوف الثمرة والإنجاز اللي صار حتى كان يعني هذه القرية المضيئة وهذا التكريم الشعبي اللي صار ذاك اليوم لصاحب السمو تعبير عن أن إحنا أيضا ممكن نقتدي فيك صاحب السمو من ناحية أن ناخذ هالأشياء الإيجابية ونبادر ونقدر ان احنا ننجز ونسوي شيء حق الكويت. شو سويتوا هالربط الجميل هذا؟ يعني اول شيء احنا للامانه انا شخص منذ يمكن 3 سنوات اكون صادق وياك انا مستاء من ان بعض القيم الكويتيه طمست من خلال يعني خطابات سياسيه معينه من خلال تعاطي سياسي معين من خلال كان تعبان من خلال لغه متداوله. يعني انا اعلم بدون دخول بالتفاصيل اعلم ان الكثير كان غير راضي عنها. صحيح. زين فمن خلال هذا العمل اللي احنا سويناه وقلنا التكريم الشعبي اولا اكون صادق وياك ترى سمو الامير ما هو محتاج حق هذا. نعم. يعني سمو الامير لا هو محتاج نسوي احتفال ونشيد باسمه ولا هو محتاج ان يعني خلينا نفرض نمدحه. سمو الامير يعلم ما هو من هو في قلب الناس وفي قلب الشعب ويعرف موقعه. زين ولكن أكون صادق تماما وياك إحنا من هذا العمل أردنا أن نحيي قيم معينة أخلاقيات معينة. يعني أسلوب كويتي متوارث في اللغة وفي التعامل وفي النقد وما إلى ذلك إحنا أردنا أن نحييه من جديد ونثبته ونقول هذا هو أسلوبنا. الحين إحنا التقينا مع سمو الأمير عدة مرات سواء قبل البرلمان أو بعد البرلمان. نعم. في كل لقاء هو لا يعترض على النقد ولا يعترض حتى على المحاسبة ولكن هو يعترض على اللغة يعترض على التجريح يعترض على الشخصانية. فالخلاصة احنا اردنا يعني بشكل مباشر او غير مباشر ان نحيي لغة وخطاب معين يعني نرى انه يتسق مع الشخصية الكويتية ومواريث هذه الشخصية الكويتية واخلاقياتها وعاداتها وتقاليدها. فاذا هذا الاحتفال حقق هذا الجانب. ومن ناحية أخرى أنا أعتقد أن أجواءنا بحاجة إلى شيء من جرعة التفاؤل. من جرعة التفاؤل.
احنا ما راح يجي يوم صار التشاؤم. لا يعني احنا ما راح يجي يوم نكون احنا راضين او اوضاعنا 100%. ما راح يجي يوم لا في السابق ولا حاليا ولا في المستقبل ولا غيرنا. هذا مستحيل. يعني افلاطون لما كتب عن المدينه الفاضله هذه المدينه كتب عنها الله اعلم من 2000 سنه او 3000 سنه لا قبل افلاطون ولا بعد افلاطون ولا الى الله اعلم متى راح تتحقق المدينه الفاضله اللي ما فيها اخطاء. صحيح. طبعا انا لا اقلل من قيمه او من شان بعض المخالفات والاخفاقات. هذا يعني جانب موجود ويجب ان تتم المحاسبه يعني باقوى الاشكال. نعم. ولكن في نفس الوقت يجب ان لا نحول واقعنا الى واقع سوداوي 100%. هذا غير صحيح. يعني انت حتى المريض اللي انت تعلم انه طريح الفراش وانه يعيش وبعيد الشر مرض عضال. اول شيء تسويه ان ترفع معنوياته. صحيح. اول شيء تسويه ان ترفع معنوياته. ما تيجي تقول له انت راح تموت ما يصير. هذا مو منطق. راح يستعجل حتى غير هذا منطق غير سليم. البعض يقول انتم خلينا نقول قاعد يعني تصرفون اذهان الناس عن مشاكل حقيقيه تعيش البدله. المشاكل الحقيقيه موجوده واحنا مع الكل نبصم بالعشره انه في مشاكل حقيقيه في البلد. ما ننفي هذا بس ما تحل. ولكن انا قاعد اقول جزء من الحل هو 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 الحاله الايجابيه في التعاطي مع الامور. نعم. إيه فهذا احنا ما نستهدفه. وهذه خطوه اولى وستليها ان شاء الله خطوات بدون التقليل من شان بعض المشاكل اللي يعيشها مجتمعنا. هذا اللي نقول احنا. يعني مثل ما قلنا الناس تنظر وايد للتشاؤم. صحيح. بعيده عن التفاؤل. نحتاج جرعه تفاؤل اليوم. يمكن نشوف اخطاء ولكن هذه الاخطاء في مقابلها ايجابيات قاعد نلاحظها سواء نسمعها او حتى قاعد نشوفها. انا اتكلم عن الارضيه بندر. انا اتكلم عن الارضيه. انا اقول الكويت اليوم يعني باجهزتها بتشكيلاتها هذه اللي احنا نشوفها الرسميه وغير الرسميه. نعم. بجمعيات النفع العام اللي فيها بتياراتها السياسيه بالمستقلين فيها بالسياسيين وغير السياسيين. انا اقول اطرح هذا السؤال: هل هناك ارضيه لانجاز ما؟ هل هناك ارضيه لتحقيق نوع من الاختراق في هذا الحائط من المشاكل اللي رافع وما يخلينا نشوف المستقبل؟ انا اقول هذه ارضيه موجوده. هل هي ارضيه هل هذا التحدي سهل؟ لا طبعا مو سهل. هل هذا سيكون مفروشها بالورد؟ لا طبعا سيكون مفروش بالورد وبالشوك. لكن لازم نمشي. لازم يعني لكن اذا نمشي بصالح نحتاج عقلانيه بعيد. نعم. عن الشخصانيه بعيد عن حتى الالفاظ. مثل ما قلت احنا فعلا شعب محترم وشعب. صحيح. نعرف يعني نختار الكلمه نعرف نختار الكلمه الصحيحه ونحطها في مكانها ونحط ونعطي الناس منازلهم. صحيح. نقدر ونعرف من اللي نقدره ومن اللي نحترمه وهذا اللي نحتاجه يمكن فعلا مثل ما قلت الفتره اللي فاتت. خلينا نروح فاصل وبعد الفاصل نتواصل مع مشاهدينا وراجعين. تميزنا بالرياضه محليا وخليجيا وعربيا وعالميا الى ان طرغنا ابواب اسبانيا. الكويت هزتها وطلبت ونجوم الازرق قالوا تم. دواوين هالكويت توارثها من الاولين. اذا طلع صوت نشاز يبي يفرقنا بصوت واحد يوقفونا عند حده. الكويت اذا بغت موقف دواوينها على قلب واحد تقول تم. ما دام احنا عايشين ما راح توقف التحديات وما دام احنا عيال الكويت راح نظل نقول تم. الكويت لوحة جميلة رسمها الدم والمواقف وكلمة تم. واللي قدم الدم راح يظل يقدم الموقف. يبونا نيأس لكن راح نبادر. يبونا نفقد الأمل لكن راح نبادر. يبون يقنعونا ماكو فايدة لكن راح نبادر. تعثرنا؟ نعم لكن راح نوقف ونبادر. تأخرنا؟ يمكن لكن راح نسعى ونبادر. راح نجبر كل عثرة ونبادر. رجعنا مشاهدينا معاكم مع ضيفنا الأستاذ مبارك النجادة.
قبل أدش معاك بسؤالي أبو صالح، عندنا اتصال من الأستاذ طالب شلاش. أستاذ طالب مساك الله بالخير. يا أهلا، مساك الله بالخير أبو بندر، كيف الحال؟ الله يسلمك، حياك الله، تفضل أنت على الهواء معنا. أرحب فيك أبو بندر وبضيفك الكريم الأستاذ مبارك النجاد أبو صالح. يا أهلا ومرحبا، الله يسلمك. الله يسلمك أخوي طالب، مشكور. الله يحفظك. أنا سعيد مرتين، المرة الأولى أدخل علينا السعادة أستاذ مبارك في الحدث اللي أنا أعتبره حدث رائع جدا، والسعادة الثانية في أنكم تستضيفونه ويرجع إلى قواعده الأساسية اللي دائما الإنسان شوف سبحان الله يقول لك وما الحب إلا للحبيب الأول. فهو الآن قاعد أشوف، أنا لاحظ إنه قاعد ينافسك في التقديم ترى، بس أنت مو منتبه. إيه العيل ما تعلى الحاجب بعد الخبرة هني أبو صالح، نتعلم منه. الله يسلمك إن شاء الله. هو الأستاذ. عموما أنا راح أتكلم في جزئية صغيرة جدا. نعم. أنماط التفكير، إحنا عندنا ثلاث أنواع من التفكير: التفكير الموجه، والتفكير المبدع، والتفكير التطبيقي. إذا إحنا قدرنا نجمع فقط تفكيرين نأخذ همة عالية. نعم. أما إذا قدرنا نجمع ثلاث تفكيرات لدى شخص واحد راح نحصل على همة عالية وإنتاج غير محدود. نعم. اللي حصل مع الأستاذ مبارك النجادة في فكرته بادر أنت قادر، كان قدر يجمع هو وزملائه والمجموعة الطيبة اللي عملوا معاه الثلاث أنماط من التفكير. هل سيستمر؟ هذا دورنا إحنا. هل سيستمر؟ خوش سؤال، يعطيك العافية أستاذ طالب. أولا أنا أشكرك. تفضل. أنا أشكرك أستاذ طالب، وأنت كتبت مقالة حقيقة أخجلتنا يعني، وأتمنى أن نكون بمستوى ما ذكرت يعني في مقالتك. ويعني المتابعة هي الأهم، يعني قد تحقق إنجاز ولكن هذا الإنجاز يتبخر بسبب توقف الاستمرارية. والله سبحانه وتعالى يقول وإن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. المسألة بحاجة إلى استقامة، إلى استمرار. فهذا هو ما ننوي، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يمدنا بالقوة وبالتفكير وبالقدرة على الإبداع كما ذكرت، أن نستمر في توليد أفكار أخرى تصب في نفس الاتجاه إن شاء الله. اللهم آمين إن شاء الله. إن شاء الله، وإحنا كلنا معك. الله يسلمك، مشكور وما نستغني عنكم. عساك على قوة أستاذ طالب، يعطيك العافية وشاكر لك على هذه المداخلة اليوم. يمكن كان عنده مقالة أو يوم أمس. أي نعم، تكلم فيها هو عن الموضوع. صحيح، الأستاذ طالب للأمانة يعني ما قصر، كتب مقالة أثنى فيها يعني عن العمل ككل، وربما ذكر كلام يعني بحق شخصي المتواضع، وأنا أشكره عليه للأمانة. وأتمنى أن لما أسمع كلام طيب مثل هذا أشعر بشيء من المسؤولية، ويعني أنا أتمنى فعلا يعني هذا الأمل إذا قلت أو البسمة الأمل أو الأمل الارتياح الخلو. هذا المجموع المشاعر الإيجابية هذه اللي تصدر من الناس أشعر أن نحن مؤتمنين عليها، أن لا نحولها إلى إحباط بعد فترة بسيطة. صحيح. زين، يعني أي يجب أن الكلام اللي تفضل فيه الأستاذ طالب أو غيره من الأشخاص الكرام الأفاضل، هذا الحس الجميل اللي يعني نشأ في صدورهم نحن مسؤولين أن نأخذه ونبني عليه شيء أفضل، ولا نحوله بعد شهرين ثلاثة أو بعد مدة إلى إحباط جديد. أساسا نحن نقاتل عكس التيار. صحيح. يعني ترى لا يعتقد أحد يعني مما يستمع هذا المقابلة أو مما يرى هذا العمل أن ترى إحنا يعني عايشين في عالم وردي وما قاعد نشوف الواقع. لا، ندري شنو الواقع. دائما قلت نعم هالشيء بصالحي، احنا اليوم ما نعيش في عالم وردي وندري شنو الواقع اللي عايشينه. في من يقول لك اليوم في ظل وجود هذه المشاكل الكبيره والصراعات الحقيقيه اللي موجوده، صحيح، شلون تبي المواطن يبتسم؟ شلون تبي يتفائل؟ شلون تبي يحس بالامل لقدام وهو يوميا متعايش مع مشاكل لها اول ما لها آخر؟ حتى اليوم المواطن يقول لك من كثر ما تكدست المشاكل صارت جبل، ايش بنحل منه؟ الأمل حاجة، يعني الأمل حاجة. يعني ليش الله سبحانه وتعالى حرم اليأس؟ يعني من أكبر الكبائر. صحيح. اليأس من رحمة الله. صحيح. يعني
الآية الكريمة ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله القوم الكافرون أو الكافرون أو أي استغفر الله عمال بنخط بالآية. ولكن الله سبحانه وتعالى في عدة مواقع من القرآن الكريم يعني يحرم اليأس ويدعو إلى عدم اليأس. الأمل حاجة، الأمل حاجة، يعني أنا مثل ما أنا أحتاج الأكل والشرب ومحتاج مقومات أساسية عشان أشوف باكر وعقب باكر، جزء من هذه العناصر هو الأمل، هو الحالة النفسية. فبالتالي أنا مثلي مثل باقي أهل الكويت قاعد أشوف بعيني وعيشت المشاكل. وأنا العلم ترى حتى في أثناء عملنا هذا من يقول إن الأمور مشت، يعني أنا قاعد أقول حق الشباب تواصلوا مع الجهات الرسمية، روحوا حق وزارة الشباب والرياضة عرضوا عليها أفكاركم، تواصلوا مع المسؤولين، تواصلوا مع المسؤولين بطريقة أو بأخرى. طبعا لا تتوقع من المسؤول أنك ترفع عليه التليفون أو تدز له مسج باكر تقابله، بالنهاية هو يعني مسؤول عن عدة أشياء. ولكن طول بالك واستمر وحاول تخلق، يعني خلي يكون عندك همة شوية. لكن اللي أنا بيوصل له، اللي أنا بيوصل له أن إحنا ما يجوز حتى في ظل هالجو بصالح. طبعا بالعكس، إحنا اليوم إحنا اليوم شوف الأمل متى تحتاج رحنا نصبح ونمسي على مشكلة لما يخالف. إحنا متى تحتاج أنت الأمل بجرعات كبيرة؟ عندما تكون التحدي صعب، عندما تكون المشاكل صعبة. إحنا الحين إذا تبيني أنا أقلب الحلقة وأتكلم عن المشاكل اللي نعيشها، أنا محتاج 10 حلقات من هذه. زين؟ إيه إحنا محتاجين. ولكن خلينا نلتفت، هل بس الكويت فيها مشاكل؟ لا، الكويت وغير الكويت ما في دولة. طبعا أنا ما قاعد أقلل يعني، وأرجو أن لا تصل رسالة خاطئة. أنا أدري إن إحنا نعيش في الكويت يعني أسباب حقيقية تدعو المواطن للقلق أو للانزعاج أو عدم الرضا، لكن أنا أقول إن إحنا مجتمع إنساني، إحنا عندنا مشاكل وعندنا بعض نقاط بالإمكان الانطلاق منها لحل بعض المشاكل. أهم نقطة، أهم نقطة هي الناس، هي الناس، هي الشعب، هي المراكز القوى اللي تسمى جمعيات نفع عام، اللي تسمى تجمعات، اللي تسمى قوى مختلفة، قوى المدنية، هذه قوى المجتمع المدني. هذه القوى بإمكان أن تصنع التغيير، تصنع التغيير. لكن شلون؟ يجب أن تكون هناك ذهنية مشتركة فيما بين مجامع كثيرة منهم، يجب أن يكون هناك مشروع نمشي باتجاهه. لكن هذا الكلام مرحلة ثانية. أول شيء يجب أن نقتنع أن لنا دور في اللي قاعد يصير، يجب أن نقتنع أن احنا بإمكاننا أن نغير شيء ما، ثم نتفق على مشروع ونسعى باتجاه هذا المشروع. مو بالضرورة الحين نطرح مشروع، لأن دائما إذا طرحت أفكار يعني معلبة كذي وتقول يلا يا جماعة خلنا نلتف حولها، غالبا يصير اختلاف في كل شيء فيها، وأنا داخل في هذه التجربة. بس مو صعبة هذه أبو صالح في ظل الاختلافات اللي موجودة اليوم اللي قاعد نشوفها، مثل ما قلنا في هذه المشاكل وهذه يعني الصراعات، اللوية والصراعات اللي ما تخلص. المشكلة عشان تحلها يجب أن تقسمها، يعني أي مشكلة في علم الإدارة لما تواجه مشكلة يجب أن تقسم هذه المشكلة. تقول إحنا عندنا مشكلة في الجانب الفلاني والجانب الفلاني والجانب الفلاني، وسأبدأ في هذه النقطة ثم سأتلوها بهذه النقطة ثم أنتهي بهذه النقطة. إذا إحنا قسمنا مشاكلنا، أول شيء، أول شيء هو عزوف الناس ومللها من الوضع القائم. صحيح. وتتفق وياي ربما إذا زرت كثير من الدواوين أن الناس شوي عندها نوع من الضجر يعني، وعندها نوع من الانكفاء كذي عن العمل السياسي وعن الواقع السياسي وعن الواقع العام. يقولك خلاص ملينا يعني. طيب هذه المشكلة أنت أبدي شوي تعاطى معها، خليها هذه المشكلة رقم واحد، اطرح شيء يدعو إلى التفاؤل، ثم تليها الخطوة الثانية بأن نخلق مشروع وطني جامع ونتحرك باتجاهه. لكن أنا ما أقدر أوصل إلى 2 قبل لا أخلص من 1. فللأمانة أفضل منصة انطلاق لمثل هذه الأفكار، لتوليد مثل هذه النفسيات، هو شهر فبراير بما يحمله من يعني معاني جميلة، معاني جميلة الكويتية. بالضبط، بدون شك. صح. فننطلق من منصة شهر فبراير إلى منصة أخرى إن شاء الله، لعل والآن الناس يعني بشكل ربما محدود وفردي، البعض قاعد يتواصل وياك يكلمك. وللأمانة ترى إحنا ما قصدنا من هذا العمل إنه ننشئ تجمع، ولا قصدنا إنه ننشئ شيء يعني الناس تلتم حولنا، لا نبي حالة تتفاعل في المجتمع، حالة مؤقتة، لا حالة مستمرة متراكمة، مثل الشيء اللي ينمو ويكبر إلى أن نقطة ثمرته كفريق، كلنا كفريق يمشي
إيه يعني أنا مثلا على سبيل المثال في حملة بادر إحنا قاعد نتعاون مع جهات أخرى، يعني أبرزها جمعية الإخاء الوطني. جمعية الإخاء الوطني جمعية نشأت لمحاربة الخطابات الفئوية والطائفية ولتفرق المجتمع. صحيح. فهذه جمعية يعني بأهدافها بأعضائها من أنبل ما يمكن تستحق أن إحنا نتعاون إياها ونتبادل ونكون جنود لها. صحيح. وكذلك هناك مجامع أخرى، وأكو ناس ما هي جمعيات نفع عام، أكو ناس يحملون مجامع يحملون هم وطني معين. نعم. هنا مجموعة وهناك مجموعة وهناك مجموعة إلى أن نلتقي إن شاء الله ونخلق المشروع الوطني الذي يعني يدفع الأمور في الكويت إلى الأمام. بصالح الشباب الكويتي ما نجامل يمكن إحنا، لكن أمانة حسب ما نشوف إذا تبي بالجانب الرياضي في إبداع غير طبيعي رغم قلة الإمكانيات. صحيح. اللي تتحسر عليها. أنا سويت لقاءات مع شباب يعني رياضيين في حتى بالذات الرياضات الفردية، جمباز ولا تنس طاولة ولا. صح. والله العظيم يمكن حتى إذا طلعوا معسكر دينار ما ينحط بمخابيهم لهالدرجة. فوق هذا قاعد ينجزون، قاعد يبون بطولات على مستويات يعني مو بسيطة. شوف هني أنا بروح حق شغلة مهمة، إن الشاب الكويتي عنده طاقات غير طبيعية حتى في أصعب الظروف قاعد يؤدي وينجز. طبعاً طبعاً. شلون اليوم إحنا من خلال هذه الحملة، من خلال توجهاتكم، من خلال الخيرين في المجتمع، شلون نقدر اليوم نحيي هذه الطاقات ونفجرها؟ أول شيء أول شيء يجب أن نخلق خطاب جديد. أول شيء يجب أن نخلق خطاب جديد في المجتمع. يجب أن نخلق حالة نفسية جديدة في المجتمع. وهذا شيء بالإمكان أن نصنعه. مصعب. طبعًا وين صعوبته؟ وين صعوبته؟ لأن أول وسائل الإعلام عندك. أول ما تطرح هذه الفكرة راح يطرحوا لك جملة من الملفات يقول لك طيب أنت شلون تبي تتفائل في ظل مثلًا الهدر؟ أنا أعرف يعني. أنا أنت أبو بدر. الهدر الفساد. لا أنت أبو بدر. ما أدري أبو بندر أنت بتجرني صوب السياسة وأنا ما بيأدش داخل يعني ما بيأدش في هذا الجانب. لكن طالما فتحته أنا أدري شنو الملفات. راح يقول لك هدر، راح يقول لك قضايا فساد مالي، زين راح يقول لك قضية البدون، راح يقول لك تدني قضية مستوى الرياضة، الرياضة الصحة، هذه عارفينها. صحيح. يعني ممكن الحين بشكل أولي ممكن عدد لنا 10 شغلات أبردها موضوع الفساد، أبرزها موضوع مثلا بيقول لك والله شوف أنت تحاسبني وأكو مليارين ضاعوا في الداو، هالكلام إحنا نعرفه. صحيح. أو مثلاً إن المشاريع الفلانية متعطلة وإن مشروع الفلاني خذا له الكثر سنة وإن أستاذ جابر صار له كذا. إحنا أنا أدري يعني أنا مو أنا ابن هالمجتمع وفاتح عيني وأقرأ وأطالع مثل باقي الكويتيين، بس يمكن تكدس هالقضايا مثل ما قلت لك. لكن أنا أرجع وأقول هذا اللي يخلي الناس تحبط. زين أوكي أنت أمامك خيارين هني، وين الدور الحكومي في حل المشاكل عشان الناس تتنفس؟ لا 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 أنا أبي أصير إحنا هذا اللي أنا قاعد أطرحه الحين. يجب أن نكون أقوى من المجلس والحكومة. إحنا الناس. زين. إحنا الناس، إحنا اللي خارج دائرة المجلس والحكومة. يجب أن نكون أقوى من المجلس وأقوى من الحكومة. يجب أن نفرض إرادتنا على المجلس والحكومة. شلون؟ أول شيء أرجع وأقول يجب أن تتبدل نفسيتنا. نعرف أن إحنا نملك هذه القوة. إحنا نملك هذه القوة. أنا وأنت وفلان وعلان، هذا اللي إحنا يعني نرى أن إحنا مجرد أفراد وأرقام ضايعة في الحسبة. هذه النظرة يجب أن تتبدل. لا، الواحد فينا يقدر يغير، الواحد فينا يقدر يصنع التغيير. نعم. مثل ما مذكور قبل شوي في الفقرة هذه اللي عرضتوها، إحنا نقدر نصنع التغيير ونقدر نفرض إرادتنا. وأنا لما أقول هالكلام ترى والله ما قاعد أبالغ، إحنا في مرة فترات الشارع الشعبي فرض إرادته على المجلس وعلى الحكومة. صحيح. وإذا تحقق هذا الموضوع في قضية بالإمكان يتحقق في 100 قضية. يعني مثلا ابرز مثال الدوائر، تغيير النظام الانتخابي، منو اللي فرض ارادته؟ نبيها خمس تقصد. نبيها منو اللي فرض ارادته؟ الشارع. اللي فرض ارادته الشارع. صحيح. فرض ارادته على المجلس والحكومه للعلم. ها ترى حتى في جزء من المجلس ما كان يبون هالشيء. صح. زين طيب اضطروا انهم يدشون لانه خلاص. طيب هذه قوه الشارع. ترى مو بس قوه التيارات، نبيها خمس، ترى قوه شبابيه. صحيح. يعني القوه الشبابيه فرضت ازيد من الشعر بيت بعد، فرضت ارادتها حتى على التيارات السياسيه. أصبح ما حد يقدر يقول لا وما حد يعترض. فبالتالي هناك قوة عبرت عن نفسها في مواقف مختلفة. طيب هذه القوة ما ماتت ولم تنعدم وما انمحت. نعم. هي ما زالت موجودة. نعم
الآن تعيش حالة من كذي تخدير، مو الخدر يعني، واحد يسوي العملية التوقف، التوقف يعني أحيانا تكون بين مرحلة ومرحلة، يكون لحظة وقوف وتأمل وعدم الرغبة في القيام بأي شيء، بس بنشوف الأحداث وين راح تروح. لكن أنا أقول هذه المسألة كانت ربما أنا كذي أقسمها، منذ إبطال المجلس الثاني المجلس اللي احنا كنا فيه إلى تثبيت المجلس الحالي. نعم. يعني صدر حكمين من المحكمة الدستورية في 16/6/2013 في 16/6 زين صدر حكم المحكمة الدستورية بإبطال المجلس المبطل الثاني. نعم. زين في هذه الفترة صار نوع من الوجوم كذي، شو نسوي ما شو نسوي، والناس اعترضت، بعضهم قالوا احنا وقفنا مع السلطة ودار حشي، والمعارضة قالت ما شفتوا شلون وكذا، صار لغط في المجتمع. صحيح. تالي احنا قلنا يا جماعة خلاص صدر حكم، يجب ان نحترم حكم المحكمة الدستورية بغض النظر عن رأينا فيه، ويجب ان نبادر للانخراط في موضوع الانتخابات ترشيحا وتصويتا. ويو ناس ودشوا في الانتخابات، بعدين ياها المجلس الحالي، المجلس الحالي ايضا تم الاعتراض عليه تقديم يعني جملة من القضايا والطعون في المحكمة الدستورية، تجاوزها الفترة. المحكمة الدستورية ثبتت المجلس الحالي. صحيح. ما بين هذه الفترتين إبطال المجلس المبطل الثاني وتثبيت المجلس الحالي، للأمانة يعني لما نتواصل مع الناس كان أكو نوع من وين رايح الأمور، وكل ما تسأل واحد تقترح عليه شيء يقول لحظة خلينا نشوف الأمور وين رايح، المجلس هذا بس خلينا نشوف الأمور وين رايح بشكل عام. صحيح. أنا أتصور الآن خلاص عرفنا الأمور وين رايحة. الحين خلينا نروح الفاصل وبعده بأخذ توكل منك على الله. توكل ونعرف وين الأمور رايحة بصالح. إن شاء الله. فاصل مشاهدينا وراجعين. حتى لو ما كنت نائب تقدر تشارك بالتشريع، حتى لو ما كنت تاجر تقدر تفتح مشروعك الخاص تطور اقتصاد بلدك، حتى لو ما كنت فنان تقدر تقدم فكرة فنية، لو ما كنت إعلامي تقدر تدعو لقضية، حتى لو كنت بروحك تقدر تصنع التغيير. بادر، انت قادر، انت قادر، بادر، بادر، انت قادر، انت قادر، انت سياسي، إعلامي، رياضي، فنان، موظف، طالب، أكاديمي، تاجر، بادر، بادر في محيطك، بادر في مجالك، بادر بالتفكير، بادر بالتواصل. خلونا مع بعض نصنع باكر. يعني أمانة من الفلاشات الجميلة اللي مرت علي، هذا الفلاش الجميل اللي مكتوب بتنسيق، وأيضا حتى بالنسبة للشخصيات اللي كلها كل احترام التقدير في مختلف المجالات اللي ساهمت في هذا الفلاش. بصالح قبل الفاصل قلت إنه بعد اللوية اللي صارت وبعد لحظات التأمل اللي كانت عند الناس بين المبطل الثاني وبين تثبيت المجلس الأخير، صار وكأن الأمور وضحت. نعم. وين رايحة. يمكن انا ما ادري، يمكن في بعض المشاهدين ما يدرون وين رايح الامور. حسب احنا شنو كنا نعيش؟ صراع، كنا نعيش صراعين، صراع داخلي وايضا رياح تغيير خارجيه. الشرق الاوسط دخل فيما يسمى بالربيع العربي، وتداعيات ما يسمى بالربيع العربي من مشاكل وانهيار انظمه وتبدل انظمه، وبطبيعه الحال يعني رياح هذا التغيير هبت بنسبه ما على الكويت. تلاقت هذه أو تزامنت هذه مع مشاكل داخلية. المشاكل الداخلية أخذت بعدين، بعد صراع كسر عظم داخل السلطة وأجنحة السلطة، وهناك صراع ثاني شعبي، يعني واحد بدأ يغذي الثاني. زين الآن بعد هذه المدة دخلنا في اللي هو النظام الصوت الواحد، ثم بعد النظام الصوت، بعد التغيير النظام الانتخابي أنتج ذلك مجلس المبطل الثاني. نعم. بعدين الحين وصلنا إلى الانتخابات رقم 2 وفقا لنظام الصوت الواحد. صحيح. زين إقليميا
الربيع العربي انحسر وتداعياته انحسرت انحسرت رياحة القوية. نعم. الآن بقيت شوية في سوريا، وحتى في سوريا المعادلة تغيرت، ما كانت محتدمة، يعني ما عادت محتدمة مثل الأول. نعم. والكل يتكلم عن الحل السلمي. أيضا في العراق وسقوط الموصل أيضا المعركة بدأت تنقلب وبدأ النظام العراقي يستقر، وبدأت هناك أمور في المحيط الإقليمي تهديدها الحاد والخطر وما نخشاه بدأ يقل شيئا ما، ما أقول انعدم ولكن بدأ ينقل يقل. في نفس الوقت من هذه القراءات أنت تقول أن الأمور بينت عندنا؟ في نفس الوقت، في نفس الوقت بالكويت، بالكويت بصراحة انكشف المشهد حاليا عن طرفين، طرف رابح ربح المعركة الكسر العظم، والطرف خسر. وأرجوك لا تسألني منه اللي ربح واللي خسر وشلون، لأن راح ندش في شغلة ما أرغب الدخول فيها الآن، ولكن لا. هذا هو الموقف الآن. الصوت الواحد أصبح واقع، وكثير من أعضاء المعارضة راح يدخلون في الانتخابات القادمة. كثير من أعضاء المعارضة؟ طبعا طبعا، اللي كانوا يعني يدعون المقاطعة. عندك شيء مؤكد؟ طبعا طبعا، بشهادة بعض الأعضاء اللي منتسبين إلى المعارضة السابقة. زين، يعني في بعضهم في العلن ولا؟ نعم، تكلموا في القنوات، يعني يكفي الدكتور عبد الله طريجي مثلا تكلم زين في قناة المجلس في برنامج المنصة، تكلم هو شخصيا قال انه انا اعلم على الاقل بحدود المنصة تقريبا بالكوت عمار نقطة نظام نقطة نظام انا اسف زين قال انه في ما يقارب العشرة من المعارضة السابقة في الانتخابات القادمة سيدخلون الانتخابات. وايضا الاستاذ محمد دلال اعطى شيء من الاشارة من هذا القبيل. والسياسة هي شيء يعني علم واقع. نعم. والسياسة ما يعني المواقف تتغير وتتبدل وهذا أمر طبيعي. فبالتالي اليوم نظام الانتخاب الحالي هو أصبح واقع، هذا أولا. رقم اثنين، المجلس كل المؤشرات تقول أنه سيستمر 4 سنوات. صحيح أن هناك من يحاول، ونعرف والكل يعرف الأطراف التي تسعى إلى حل المجلس الحالي، ولكن فيما يبدو أن هذا المجلس مستمر. إذن هذا شنو معناته؟ معناته هناك نوع من الاستقرار السياسي. طيب هذا الاستقرار السياسي شلون يجب أن نستغله؟ بس نحط إيدنا على خدنا ونشوف في ظل وجود هالمشاكل اللي تكلمنا عنها شلون نستغل هالاستقرار السياسي؟ الاستقرار السياسي بأن نقوم مثل هذه المبادرات، نغير أولا المزاج الشعبي ثم نطرح مشروع وطني. يعني أولا نغير المزاج الشعبي، بعدين نطرح مشروع له معالم وفي خارطة طريق فيه، علشان نجمع ما بين كلامنا عن الواقعية وأن هناك مشاكل وملفات عالقة، وما بين الحالة الطبيعية التي تستوجبها حركة البشر والمجتمعات، أن يجب أن يكون هناك هدف تسعى له. نعم. ما يكفي أنك تقول تتذمر وتتحلطم وتقول هذه المشكلة وذيك المشكلة، لا، هو الواقع والعقل والمنطق يقول لك أنت أوكي طالما شخصت على طول ثم ماذا؟ السؤال المنطقي ثم ماذا؟ العقل والمنطق يقول لك بادر، بادر معنا اتصال، بادر، والشق الثاني انت قادر، انت قادر. نعم، معنا اتصال وان شاء الله احنا كمجتمع قادرين باذن الله. ان شاء الله معنا اتصال بصالح، بس خل شوي نبعد عن السياسه نروح حق الترفيه شويه، الترفيه والطيور. معنا اسامه مندني، مساك الله بالخير. مساكم الله بالنور، الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك اسامه، حياك الله، تفضل. الله يعطيكم العافيه. في البدايه انا احب أهني عموم الشعب الكويتي بمناسبة الأعياد الوطنية وفرحتنا في هذه الأيام. بالإضافة أقدم لكم تحية الأخوان الموجودين في برنامج سلام الكويت، حبيبنا أحمد الفرحان وضيفك الأستاذ مبارك النجادة. الله يكرم فاطمة. هذا الشخص اللي الحين قاعد يتحمس، بادر أنت قادر، وهي حملة وطنية جميلة جدا. طبعا احنا نتشرف، احنا نشرف هذه المبادره. ان شاء الله يوم الجمعه القادم راح نكون احنا اعضاء في جروب هوايه تجمعنا، جروب مربين الطيور الناطقه. بادرنا وشاركنا في هذه الفعاليه تكريما لسمو الامير، وان شاء الله من خلال هذا البرنامج وعبر قناه الكوت الفضائيه اوجه دعوه لجمهورنا الكريم لحضور هذه الفعاليه. متواجدين ان شاء الله من الساعه 6 المغرب الى الساعه 9، وان شاء الله راح كافه الفريق التطوعي مالنا فريق جروب هوايه تجمعنا خدمتكم ان شاء الله، ونتمنى ان نكون فعلا قادرين على رسم البسمه على ابناء هذا الشعب
ونكون قد هذه المسؤوليه للاخوان في الجهه التنظيميه حطوها على ظهرنا. في نفس القريه بمشرف اسامه؟ اي نعم ان شاء الله في نفس القريه. الاخوان خصصوا لنا قاعه خاصه حق هواه الطيور الناطقه، ما قصروا على هذه المبادره، وانتم الله يعطيكم العافيه وان شاء الله نكون احنا قدها ونبيضها لكم. الله يعافيك، عساكم على القوة أسامة. احنا ودنا عاد الطيور الناطقة أبو صالح أمانة ودي يدرسونهم يعلمونهم، ما يقولون هناك إلا بادر أنت حق الجمهور. أسامة مندني عابرني، نبي شعارنا نسمعها عاد، سمعونا إياها الطيور اللي أنتم مدربينها. إن شاء الله راح أشوف شغلات تفل صدوركم. احنا إن شاء الله كلكم هواية تجمعنا في مواقع التواصل الاجتماعي، قاعد نوعي جمهورنا بمفاجآت. احنا لاول مره نقدم هدايا فوريه لاغلب الجمهور ان شاء الله، اللي راح يحضر راح يحصل على هدايا فوريه راح نقدمها للجروب، بالاضافه الى السعاده اللي احنا نمتاز فيها في جلب ابرز واندر الطيور الناطقه في الكويت، وللعلم ان هذا التجمع راح يكون هو الاضخم لهذا الموسم على مستوى الكويت. عساكم يعني على القوه اكبر عدد من الطيور الناطقه وكلم ثمن وكلفن، فان شاء الله نكون على قدر هذا الوعد ونسعدكم ان شاء الله. عساكم على القوه اسامه، يعطيك العافيه. الله يعطيكم العافيه، ونتمنى ان شاء الله الله يوفقكم يعني في هذه الفعاليه الجميله اللي راح تقدمونها ان شاء الله من 6 الى 9 يوم الجمعه في القريه المضيئه. ومثل ما قلنا لك لا تنسى درب الطيور عدل. ابو صالح اعتقد عندنا فاصل مخرجنا بعد شوي الفاصل. ابو صالح، هذه المبادره وهذه القريه بصراحه هي مكان ترفيهي، وانتوا عملتوا هالمشروع ترفيهي ولا مشروع سياسي؟ شوف، ما ماكو شيء له وجه واحد، يعني هذا العمل وكثير من الاعمال قد تكون هي الوجه الابرز لها هو الوجه الثقافي، ولكن لا يمكن ان لا يكون لها انعكاس على الجانب السياسي او الجانب الاجتماعي او جوانب اخرى. توصيل رسائل تقصد؟ لا مو توصيل رسائل، هي بطبيعه الفعاليه كذي تكون لها ابعاد مختلفه. زين، يعني احنا لما طرحنا الموضوع بالتاكيد احنا يعني هو له بعد سياسي بدون شك. يعني احنا لما نقول احنا نريد ان نبرز قيم معينه في المجتمع، نريد ان نضخ خطاب جديد في المجتمع، هذا له بعدين بالشكل الابرز، بعد اجتماعي وبعد سياسي وايضا بعد ترفيهي. لان هذه الفعاليه الناس تيجي وحق البهجه، وكل واحد جايب اسرته ويتمشى ويقضي له وقت ممتع. فالفعاليه بطبيعتها لها يعني عده اتجاهات في التاثير. وهذا شيء صحي، وهذا شيء يحسب للمبادره هذه. هذا الدمج يعني تقصد انه ايجابي؟ طبعا بدون شك، بشكل بدون شك. مو بوصل رساله، انت مثل الاكل او العلاج اللي تاخذه وهو يكون له يعني اثار مختلفه على اعضاء الجسم، يقوي النظر ويقوي العضلات. كلمه رساله ابو صالح، انا قصدي يعني رساله. شوف، لا انا مو زعلان لما نوصل رساله حق مثلا المواطن. هذه الرساله اليوم اني انا اقول له مثلا انت بامكانك ان انت تغير، هذه رساله. انت بامكانك ان انت تبادر، رساله. بامكانك ان انت تطلع من هالجو وتدش بجو افضل بنفسيتك، يعني انا اخشى بتفاؤلك، هم تعتبر رساله. اتفق وياك، لكن انا اخشى ان البعض يعتبر هذا العمل انتهازي، يعني ان احنا تحت غلاف الترفيه وتحت غطاء او مظله هذا العمل احنا نبي نوظفه توظيف معين، خلينا نقول لصالح بروز اعلامي معين او لصالح اجنده سياسيه معينه. لا، هو المساله مو كذي. احنا فعلا صادقين في ان نعتقد ان مجتمعنا الكويتي اليوم في هذا المنعطف، في هذا المقطع الزمني، بحاجه الى شيء معين، بحاجه الى مبادره بشكل معين. وكما قلت احنا نقط هذا العمل، ومثل الحجر لتلقيه في الماء تموجاته يعني تعم ان شاء الله نسبه كبيره من المجتمع وغيرنا يتاثر ويقوم بمبادره. واليوم احنا قمنا بمبادره يعني بشكل باشخاصنا، وغدا قد نكون ملحقين في مبادرات اخرى. نعم، نعمل تحت مظلتها. فيعني بس انا ما ابي توصل هذه الرساله بشكل ضمني ان احنا نقصد من هذا العمل يعني اجندات خاصه معينه. لا، نبي شيء لعموم اهل الكويت.
ومثل ما قلت لك صحيح أنت سؤالك في محله وأشكرك على هذا السؤال، هل هو ترفيهي بحت أو هو سياسي أو هو إعلامي أو هو ماذا؟ أنا أقول لك هو مزيج من كل هذا، هو مزيج من كل هذا، ترفيه الناحية الاجتماعية الثقافية إلى آخره. الأخوان اللي تكلم عنهم الأخ أسامة مندني، وبالمناسبة حتى أنا كشخص منظم لهذا العمل حتى أنا ما أعرف شنو فعاليتهم ومتشوق أن أحضر وأشوف. هو يعني أبي أحط خط تحت كلمة المسمى اللي سموا نفسهم هواية تجمعنا. صحيح. هواية تجمعنا. كلمة هواية حق تجمعهم. نعم. هواية ومجموعة من الشباب الكويتيين يعني قد يكون عددهم 20 أو أكثر أو أقل. طيب هذيلا مجموعة من الشباب موجودين، كل ما هنالك لم تستهويهم قضايا أخرى، استهوتهم موضوع الهواية. زين هل هذيلا قوة في المجتمع أم لا؟ هل هذيلا مؤثرين في المجتمع أم لا؟ صحيح. طيب زين ليش ما يدشون في هذا البحر نقطة هني ونقطة هني ونتحول كلنا إلى يعني موج هادر في نهر معين يخدم الكويت ككل؟ هؤلاء الشباب أخذ، لا تأخذ الهواية، أخذ مؤشرات عملهم، مؤشرات عملهم، هم جمعوا نفسهم، سموا نفسهم اسم، التقوا على هدف معين وبدأوا يطرحون نفسهم في المجتمع، إذن هم يمثلون قوة. حتى الاسم يعني بعد اختيار، شوف يعني ما شاء الله عليه، هواية الاسم له رسالة يعني يوصل حق الناس. وهذا اللي نبيه اليوم احنا لما نقول الشباب، وايد عندنا مجاميع تطوعية شبابية، تكتلات شبابية، جمعيات نفع عام. لو نبي نحسب بالكويت يمكن احنا من اكثر الدول كحجم سكان عندنا هذه المجاميع. لو يصير فعلا تتحد هذه المجاميع تحت مظلة تعمل لصالح الشباب الكويتي وتطوير الشباب وللمبادرة، وايد اشياء راح تتغير. أنا ايجابيا أنا ضد عندنا بصالح. انا ضد ان نحاول ان نجمع كل هؤلاء تحت مظلة، انا ضد هذه الفكرة. ما تبي؟ وتناقشت مع اخرين قلت لهم اول ما يقتل العمل الجماعي انك تريد ان توحد كل هؤلاء، لا خلهم، خل كل واحد تحت مظلة عمله ومسماه. متوحد يرأسهم شخص. لا لا لا. متوحد إنه يوقفون في مشروع واحد على الأقل. خلهم كلهم. لتغيير المجتمع لشيء آخر. إحنا نطرح بالضبط هذه الفكرة اللي تفضلت فيها. إحنا يجب أن لا نوحد هذه المجاميع المختلفة، لأن هذا عمل عبثي. نعم. ما راح توصل، هذا غير واقعي. خل كل واحد تحت مسماه وكل واحد بمجموعته وكل واحد بهوايته وكل واحد بسلكه. لكن خل نخلق مشروع ندعمه إحنا كلنا. نعم. هذا اللي خلنا نخلق احنا مشروع ندعمه كلنا كل واحد من زاويته. وهذا يعني الجزء اللي يجب ان نتناقش فيه ويجب ان نفكر فيه بصوت عالي، نطرح الاشكالات، نطرح العقبات، نطرح مشاكل اللي احنا قاعد نواجهها. نعم. ولكن ايضا نطرح الحلم، نطرح الكويت شلون نبيها. صحيح. وخلي هذا الحلم لا طريق يوصلنا يعني يوصلنا حقه، ونستفيد من هذا الأشياء اللي إحنا نعتقد أنها سلبيات. نعم. إن إحنا كل مجموعة مسويت لها خلينا نقول خطاب وتيار وقاعد تهاوشون إلى آخره، هذا نحول إلى شيء إيجابي وندفع الأمور بالاتجاه التي تحقق يعني ما هو في صالح الكويت ككل. الأمور دفعتنا إلى الفاصل، ومن بعد الفاصل نروح الفاصل الأخير بصالح. فاصل مشاهدين ونرجع. سمو الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح بادر، صارت ديرتنا عاصمة الإنسانية، وصار سمو الأمير أمير الإنساني. تحدي إنساني أحرزت فيه الكويت الميدالية الذهبية، وفاز أهلها الخيرين وأميرها في المركز الأول. شناطر 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 بادر 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 معانا بادر معانا بادر معانا بادر معانا بادر معانا بادر معانا بادر انت قادر انت قادر انت قادر انت قادر انت قادر صدقني انت قادر. اخواني اتوجه اليكم ان تعينوني بقوه. تم 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 ابشر 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 ابشر. روعه يعني فعلا النهاية بعد هالكلمة لصاحب السمو، ان الكل يقول له ابشر وتم، هذا اللي نحتاجه فعلا بصالح بالكويت. نجتاز كل المشاكل يمكن العقبات اليوم اللي نعاني من او اغلبها على الاقل. لكن خلني اسالك، دام احنا تبحرنا شوي في جو السياسة، هل انت راضي بصراحة
عن أداء المجلس الحالي، وأنت كنت نائب في المجلس المبطل الثاني، والأداء الحكومي في ظل النداءات والكلام، وأنت يمكن ناديت في الحلقة وحتى من خلال هذا المشروع الناس للتفاؤل والمبادرة. أنت راضي اليوم عن أداء المجلس؟ أنا ما أدري ليش خطر في بالي مصطلحين، يعني لما انطرح كتاب اللي هو صراع الحضارات، صراع الحضارات كتاب يعني خذ صدى كبير عالمي، إن الحضارات ليس أمامها إلا أن تتصارع فيقضي أحدها على الآخر. طرح في مقابل هذا المصطلح مصطلح حوار الحضارات، ليس صراع الحضارات، حوار الحضارات، بمعنى أن بالإمكان الحضارات أن تتكامل ويأخذ بعضها من الآخر ويصنع شيء للإنسانية بشكل عام. الآن يعني من وحي هذه المصطلحين أقول أن الأمور نسبية، يعني أنا ما أقدر أقول أن المجلس الحالي خلينا نقول أداء تماما الإنسان راضي عليه كذي ويعطي. طبعا أنا كمواطن بصفتي مواطن كويتي لي حق أن أبدي رأيي في الشأن العام، ما أقدر أقول أن المجلس يعني يحقق بشكل واضح كل طموحاتنا، زين، ولكن هذا أيضا يجب أن يحكمه يعني لغة الأرقام ولغة المنطق. المجلس الحالي، المجلس الحالي، المجلس الحالي مقارنة في المجالس السابقة بلغة الأرقام نعم أنجز، هناك لستة طويلة عريضة من القوانين أنجزها المجلس الحالي. ليش الناس ما تحس بهالإنجاز؟ لا شوف أنا أقول لك، إحنا هذا اللي نلمسه بالشارع بصراحة وصالح، في بعض القوانين، في بعض القوانين صدرت ولكن للناس عليها مؤاخذات، ومؤاخذات الناس أيضا في محلها. في بعض القوانين صدرت وتحقق أو تحسب في خانة الإنجاز، وفي قوانين ربما الناس لها عليها ملاحظات. كذلك بالنسبة حق الحكومة، كذلك أنت ليش جريتني حق السياسة وايد، طلعتنا من المدينة المضيئة. لا احنا داشين بالمدينة ومع الشباب أيضا عموما، وحتى بالنسبة حق الحكومة، وأنا يعني المفروض الرسالة اللي أنا أوجهها يعني بصفتي أحد المواطنين وأنقل نبض ما يقول الناس في الدواوين، احنا نبي الناس اليوم تفعل وتبادر، لازم نعرض أن اليوم 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 أكو هدوء نسبي يجب أن يستغل المجلس والحكومة لإنجاز شيء حقيقي وشيء كبير وشيء ضخم يزرع الأمل في نفوس الناس. نعم. جيد، أنا واحد من الناس أدعو إلى التفاؤل وأدعو إلى الأمل وأدعو إلى أن نتجاوز هذه الحالة النفسية، ولكن في نفس الوقت من الجميل أن يعينون السلطتين على أن نعظم هذا الأمل في نفوسنا والتفاؤل في نفوسنا من خلال إنجاز شيء كبير. وإذا هم أنجزوا خلي يسوقونه بشكل صحيح، خلي يسوقونه ويطلعون ويتكلمون بشكل يعني يوصل هذا الإنجاز إلى الناس. أنا مثلي مثل بقية أهل الكويت، في أشياء راضي عنها، في أشياء مو راضي عنها، في أشياء عجبتني، في أشياء ما هي عجبتني، ولكن بشكل عام، ولكن بشكل عام أنا عاجبني الاستقرار السياسي، عاجبني الاستقرار السياسي، ويجب أن ننطلق من بوابة أو من منصة الاستقرار السياسي لإنجاز المرجوة، وقف تحقيق الإنجازات المرجوة. نتعنا وايد من كثر ما دخلتنا بالسياسة، أن لإنجاز أمور إن شاء الله تصف الصالح العام لأهل الكويت. لكن أنا أقولك، تبي تقول لي أن والله ما في أشياء مثلا يعني نقد مستحق لكل السلطتين؟ نعم في زين بصالح، لكن لازم ما نوقف هني. بصالح شلون تشوف اليوم وضع الشباب حتى في الجانب السياسي بالنسبة لدخولهم خوضهم الانتخابات، بالنسبة لحتى الجو السياسي اللي موجود اليوم، تحس ان الشباب متواجد ولا طبعا مبتعد بشكل كبير في شيء طبعًا يعني طبعًا على, على على خجل مثل ما يقولون؟ لا لا طبعا، اليوم اللي من اللي قاعد يخلق الرأي العام؟ من اللي قاعد يخلق الرأي العام؟ بنسبة مهمة، ما بيقول بنسبة تامة، ولكن بنسبة مهمة الشباب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أشكالها. نعم. كثير من طبقة الكتاب وأيضا حتى السياسيين هم من هؤلاء الشباب، فبالتالي لا الشباب حاضرين. بس ها إحنا مشكلتنا أن نقيس الأمور كلها بمقياس السياسة، زين، يعني نشوف إيش كثر الشباب حاضرين في ميدان السياسة، إيش كثر متخندقين في السياسة، فإذا الشباب موجودين في المجتمع والشباب موجودين، كم نائب عندك شاب، كم وزير شاب بالضبط. لا احنا يجب ان نقيس الامور بنظره اوسع، في مجموعه متحمسه وتستهويها السياسه وهي فاعله، ولكن عندنا ادباء
عندنا فنانين، عندنا رياضيين، عندنا فئات أخرى، وهذا كلهم شباب. صحيح. فبالتالي هم يشكلون المشهد العام في البلد. نعم بأي نسبة ما أقولك 100%، طبعا أكو تيارات، أكو شخصيات سياسية عريقة، أكو لكن الشباب اليوم الحين خلينا نروح حق حتى التيارات السياسية أو حتى المعارضة السابقة، من الدينامو مالها، من القوة المحركة مالها؟ قوة الشبابية. قوة شبابية. وكثير من الأمور يعني حدثت تحت ضغط هذه المجامع الشبابية، مع أن الكبار مو مقتنعين فيها، أنا أبصم أنه مو مقتنعين فيها، في من يقول ولا راضين عنها. في من يقول لك بصالح أن الدولة ما تهتم في تنمية الشباب اليوم، أن الكلام اللي موجود والعمل اللي موجود التنمية وكأنها خرسانة بس بنيان يعني طابوق، يعني ولكن أن الشباب هم الأساس أن أنت تنمي هذا البشر. وبندر يعني هذا الحين مجموعة من الشباب قد يكون قاعد يسمع الكلام، أو الناس أو أولياء الأمور قاعد يسمعون هذا الكلام. لما نقول الدولة ما قاعد تنمي الشباب، شنو المقياس؟ شنو المقياس؟ أولاً الدولة قاعد تنشئ أجهزة معنية في موضوع الشباب، مثل وزارة الشباب، مثل المجلس الأعلى للفنون الثقافة والفنون الأداب وغيره. طبعاً أنا من الآن أقول الطريق ويا هذه الأجهزة ليست مفروشة بالورد، وأنت مو الحين تدز مسج حق الوزير، الوزير راح يهد شغله ويجاب لك، مو كذي المسألة. لكن هل هناك بوابات؟ هل هناك حواضن؟ نعم هناك حواضن. أكو عقبات؟ نعم هناك عقبات، بس اللي يبي ينجز باله طويل، اللي يعني بادر، اللي صادق، اللي يبي يحقق شيء حق بلده. الحين احنا بفضل الله سبحانه وتعالى البعض يثني على موضوع المدينة المضيئة، هل هذا تحقق يعني بدون مشاكل بدون عقبات؟ هل احنا ما وصلنا في محطات ان بغينا نلغي الفكرة من اساسها لهالدرجة؟ اي طبعا اكيد. احنا في اكثر من محطة فكرنا بشكل جدي ان نلغي الفكرة، نلغيها، وصلنا الى مرحلة ما احنا قادرين نكمل. زين، ما احنا قادرين نكمل بعض العقب بسبب بعض العقبات. شنو ابرز؟ لكن مع الالحاح يعني مثلا بعض الاجهزة تبي موافقاتها، انت زين تبي موافقات بلدية غير بلدية، وتبيها في توقيت معين. لو ما يعني كان عندكم نفس طويل يعني احنا ما على سبيل المثال، على سبيل المثال احنا بعض الموافقات لو متاخر اسبوع عن الموعد اللي حصلنا فيه كان الغينا الفكره من اساسها. فاكو عقبات من هذا القبيل. احيانا انت تبي موعد مع مسؤول مثلا على سبيل المثال، يتاخر الموعد المفروض تاخذ موافقته هذا الاسبوع، يتاخر اسبوعين او ثلاثه. لا في عقبات، لكن احنا ما قلنا يعني ان خلاص راح نحاولنا لاخر لحظه، والله سبحانه وتعالى كتب النجاح. وقد تشارك في مشروع ويفشل، شو المشكله؟ صحيح. يعني مو كل مشروع تشارك فيه مكتوب للنجاح، قد نشارك في المستقبل في مشروع لا سمح الله ما ينجح، نكفر في اللي احنا قاعد يعني أكيد نفكر لا. فيه لا طبعا الامور نسبيه. بس ما شاء الله تبارك الرحمن ابو صالح، فعلا يعني مجهودكم كبير كان في هذه القريه. لكن كلمات الفلاش اللي قبل شوي، أيه؟ منو كاتبه ابو صالح؟ والله بكل تواضع اخوك مبارك النجاح هذا كاتبها. شلون استوحيت الفكره؟ شوف انت اذا تقراها راح تشوفها كلام الناس. يعني كلام الناس، انا ما بذلت جهد كبير في تصفيفها لانك متعايش معاها، لان هي تمثل كلام الناس. يعني اذا تراجعها تمثل كلام الناس واعتراضات الناس واشكالات الناس، وهذا اللي قاعد اسمعه بالدواوين وقاعد ازور الروح، هذا الحكي اللي قاعد اسمعه. فأنا خذيته هو مادة الأساسية للكتابة، ثم رجعت إلى الماضي وإلى الماضي القريب. يعني إحنا قلنا بدأنا في معركة الرقة قبل أكثر من 230 سنة. نعم. 232 سنة. ثم ليش اخترنا معركة الرقة؟ معركة الرقة هي من أبعد المعارك، زين، وأيضا تكرر فيها شيء يشبه الغزو. نعم. إن كل مكونات للمجتمع الكويتي استشهدوا وقاتلوا جنب الجنب. صحيح. طبعا مو بس فقط معركة الرقة أو معركة الغزو، في معارك أخرى، ولكن احنا اخترنا هالمقطعين الزمنيين، وبين هذيلا تخطينا عدة التحديات. فبالتالي اللي حقق النجاح في الماضي ما زال هو يملك القوة أن يحقق النجاح في الحاضر وفي المستقبل. لكن أحيانا أنت تملك قدرات أنت تغفل عنها. يعني أحيانا أنت ما تدري أنك تملك هذه القدرات، تحتاج من يذكرك في قدراتك وفي طاقاتك. صحيح. فهذا الفيديو أو هذا المقطع هو ما هو إلا تنبيه للذهن أن إحنا ككويتيين نملك هذه القدرات، ونقدر نحقق إنجازات. ولما نقول إن نقدر نحقق إنجازات لا يعني أن إحنا نغض النظر على الإخفاقات. أبو صالح أنا أعرفك شاعر،
يعني وايد يعني من القصائد الجميله اللي سمعناها منك من قبل، وحتى يمكن القصائد اللي تغنت في شيء جديد عندك. الجو يعني من سياسه ومشاكل شعر يبي اليوم بروح معك انا، لازم تطلعني فاصل وتردني ابو بندر. لا خلاص ما بفاصل، عندي ثلاث دقائق بس نبي قصيده وصالح. اخر ما كتبت في حب الكويت؟ والله هذه النشيده اللي غنوها ويمكن انا قلتها قبل هالمره، يعني اللي كانت بعد التقرير اللي كانت لا في في الاحتفال قالوا قصيده يعني اغنيه وطنيه. زين خليني اقول واحده قديمه شويه. عطنا وصالح احنا منك شعر عاد انت براحتك، يعني مع انك طلعتنا من جو بس يلا مو مشكله. هذا يعني الختام ترى يعني هو اللي انا اعتز فيها وايد هذه القصيده اللي هي نعم حب البلد عندي محبه تدخل الجنه، ولن زايد على احد ولكن حبها ايمان، وإذا كان البلد الكويت وكان عيالها حنة أكيد الحب فوق الوصف ما يقدر يصوغ لسان، نسج حبها نسيج القلب ودب الحب في دمنا، وإذا عاش الفؤاد الحب خضع حق حبها الإنسان. نعم. من أيام اللي كانت كوت ولا زالت ولا زلنا، عرفنا الحب في الماضي ولا عمره عرف نقصان، بنى هالدار أهل الدار جنوا بالوحدة هالمجنة، كأن الله خلقهم شخص مو أشخاص يا سبحان، وسبحان اللي دون الناس في هالأرض جمعنا، وسبحان اللي خلى الود يزرعنا أهل وإخوان، تكاتفنا وكل الناس أبهرهم تكاتفنا، عمق الطيب في هالناس خلاها عظيمة شان، لي قالوا شعب الكويت قالوا النعم منا، شعب عزة شعب نخوة وعياله هم الفرسان، لي حجت حجايجها طابت فيهم الظنة، لا هانوا أهل الكويت وفيهم هالبلد لا هان. ما شاء الله صح لسانك وصالح وعساك على قوة. صاحب دينك ويعطيك العافية، وأنت مثل ما قلت أنا دائما يعني أمانة تسعدنا بالقصائد الجميلة الله يسلمك المعبرة عن حب الكويت. الله يسلمك أبو صالح، إذا في كلمة أخيرة أعتبرها بأخذها كلمة أخيرة، لكن إذا يعني أنت وصيتني قبل الحلقة أنك تشكر الناس. إيه طبعا طبعا اللي شاركوا معك. أشكرك على تذكيري. الأمانة هناك شخص يعني يجب أن يسلط عليه الضوء، هذا الشخص اسمه حسين طارق الشاهين. هذا الرجل هو العمود الفقري لهذا المشروع كله. حسين طارق الشاهين أنا ألح عليه إلحاح شديد أن يخرج معي في اللقاءات، ولكن هو زاهد في اللقاء يعني في الإعلام ومركز عمله يعني في المدينة وفي إدارة المدينة وفي هذا المشروع بشكل عام. هذا الشخص للأمانة للأمانة وبلا مبالغة يعني لولاه لما قام هذا المشروع، لولا همته، لولا حسن إدارته، لولا شخصيته الإدارية وفكرة الإداري لما قام هذا المشروع. ونحن كفريق عمل لو لم يكن معانا حسين طارق الشاهين هذا المشروع يفشل، هذا المشروع يفشل. فبالتالي شكرا لك يا أبو علي إنك كنت في هذا الفريق، ويعني أتمنى أن إن شاء الله في المستقبل الحلقات القادمة أن تشاركنا في الظهور وأن تأخذ ما تستحقه من شكر أدبي لإنجاحك هذه الفعالية. فبالتالي الأخ حسين الشاهين بدون شك يعني شخص يستحق الشكر والتقدير، وفعلا هو رجل يعشق الكويت ومتفاني في هذا العمل إلى أبعد الحدود، وأتمنى أن يوم من الأيام يأخذ ما يستحقه تجاه مقابل جهده وعمله، يعني ما يستحق أدبيا أتكلم وإعلاميا تجاه ما قام فيه من عمل جبار لإنجاح هذا المشروع. الشكر لك أبو صالح ويعطيك العافية وعساك على القوة أستاذ مبارك النجادة على تواجدك معنا اليوم وعلى إجاباتك على أسئلتنا، سواء الجانب السياسي اللي دشينا فيه ولا حتى الجوانب الشبابية اللي ركزنا عليها. ممكن بس أذكر الناس أن المدينة مستمرة إلى 28/2 وهي في مشرف في الجهة المقابلة لمركز الإطفاء، نستقبل الناس من بعد صلاة المغرب إلى الساعة 11، وهناك فعاليات يوم الخميس القادم ويوم الجمعة القادم في الفترة المسائية، وحياهم الله. المدينة الدخول لها مجاني والتجول فيها والانتقال من مكان إلى مكان مجاني، ويسعدنا ويشرفنا حضورهم. عساكم على القوة أبو صالح، وهذه بعد رسالة منك لجميع المشاهدين. قرية جميلة جدا أنا شفتها بعيوني ما حد قال لي. نتمنى الجميع اللي يقدر يروح القرية يستمتع في هذه الأجواء هناك، سواء الأطفال أو حتى الكبار راح يستمتعون في أجواء القرية. ونذكر بعد الزميل أو الأخ العزيز
أسامة مندني على الفعالية يوم الجمعة إن شاء الله من 6 إلى 9 في القرية المضيئة. نشوفكم إن شاء الله باكر في حلقة جديدة من برنامج سلام الكويت. مع السلامة.